مدويكب كي كان لعب في كأس العرش في لقاء شباب أطلس خنيفرة. الهدف الأول، الهدف الأول محمود بن حليب. يا بن حليب يا بن حليب عملها حلوة أوي الحقيقة بن حليب. خلافات دقيقة، وادي أمامنا الجبهة اليمين القوية ملعوبة بالعرض، سراسوكو يضيع فرصة وتسديدة. جول 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 هنا عن طريق اللاعب إكابة إكابة، لكن لسه بنحكي على الجبهة اليمين، لسه بنحكي على اللاعب المميز. مغرب التطواني 2014 وزاد 2015 يا جول، هي جول هي جول هي جول هي جول في هذه اللقطة، ضربة رأسية وهدف هون. طبعا التقدم حتى الآن 2-1 للرجاء. كأس الكونفدرالية اللي توج بلقبها في المسمى القديم، وهدف التعادل، هدف التعادل هنا في هذه اللقطة يأتي عن طريق اللاعب أباكوا، هدف التعادل. شوف الخروج اللي طلع دويك، شوف امامنا هنا التفكير في التبديل، ادي امامنا استلام حضراف عاملها حلوه قوي، شوف التحركات، وادي واحده يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، عالمي 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 محمود بن حليب. ايه حليب ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ هدف عالمي اللي جمعه مع فريق نادي اسك. وايضا امامنا هنا ممكن فرصه تعامل في اللقطه الماضيه، مش ممكن الاخطاء الدفاعيه. هدف التعادل ياتي هنا عن طريق اساموا في الدقيقه الخامسه من الوقت بدل الضائع.